عادة الآن اتفاقية. حسين 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 جول ثالث للاتفاق، جول ثالث ينهي الأمور تماما للاتفاق. هدف لهزاع الهزاع لكن باسم حسين السيد، بصناعة حسين السيد، بلمسة حسين السيد اللي خطف الكرة ووضعها لهزاع الهزاع بلمسة، حتى لو ما لمس هزاع الكرة كانت باتجاه المرمى. هذه اللقطة وهذه الكرة اللي كانت مبعدة بشكل خاطئ من دفاعات فريق الدرعية، وبعد ذلك حسين السيد وضعها إلى هزاع الهزاع بلمسة وضعها في شباك الدرعية، معلنا عن ثالث أهداف فريق الاتفاق. قائد الكتيبة